التخوف مصيب من أن تؤثر هذه الاحتفالات الصينية على تطور هذا المرض، أو بمعنى أدق على انتشاره. نعم، مع حلول السنة القمرية الصينية خلال هذا نهاية هذا الأسبوع، هناك انتقال لأعداد كبيرة من الصينيين ضمن بلاده. وكذلك يجب أن نذكر بأن خلال هذا الشهر سمح بالسفر للصينيين بشكل عام إلى كل البلدان، إلى كل أنحاء العالم. فبدون شك لا بد من أن فيروس الكورونا سوف ينتشر داخليا وخارجيا كل الدول على الأرجح، لذلك الانتشار سوف يكون واسعا، وهذا هو المتوقع خلال هذين الشهرين القادمين. ولكن أريد أن أؤكد أنه من الناحية الطبية كل المتحورات الفرعية هي متحورات فرعية من الأوميكرون، وتأثيراتها الصحية تأثيرات محدودة. أقول بأنها تأثيرات محدودة لأننا لم نعد نرى الحالات الشديدة من التأثر في الرئتين أو من الحاجة إلى دخول المستشفى أو العناية الفائقة. فهذا ما يطمئن، هناك انتشار واسع نعم، ولكن التأثيرات الطبية والصحية محدودة بدون شك. ما الذي يخيف إذن؟ الذي يخيف هو أنه عند الانتشار الواسع هناك فئات معينة من الأشخاص الذين هم عرضة للمرض الشديد، وهؤلاء هم الكبار في العمر وذوي نقص المناعة وبعض الحالات الأخرى أيضا. وهنا يجب أن نؤكد بأنه من بعد كل الالتهابات الفيروسية التنفسية، أي أنه إذا أخذنا الإنفلونزا مثلا ينتج عنه فيما بعد مضاعفات عند الأشخاص المعرضين لهذه المضاعفات. فالكورونا في الوقت الحاضر الأوميكرون أصبح مثله مثل غيره من الفيروسات التنفسية، وتأثيراته المباشرة محدودة، ولكن هناك الأشخاص الذين يكونون عرضة لتطور الحالة الصحية عندهم كيفما كان الفيروس الذي يعديهم في المرحلة الأولى.